التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمعالي السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى سانت بيترسبرغ الاقتصادي الدولي بروسيا الاتحادية. وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تتسم به العلاقات من رسوخ ومتانة وقوة في ظل حرص واهتمام البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، مستعرضين الجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.